عروسه. عروسه حلوه. عروسه حلوه. عروسه مزه. عروسه ضاعت صراحه. العروسه ضاعت يا عم. العروسه ما ضاعتش ولا ليه؟ لما نروح هجيب لك العروسه. انا شلت عروسه ضاعت يا صراحه. اهدى اهدى بقى، قلت لك لما نروح هجيب لك العروسه. العروسه ضاعت. جبت عليك طب انا بقى عروسه صراحه. عروسه هو ده؟ ايوه دكتور، ده فتح. سلم على الدكتوره فتح. نعم يا دكتور، دي عروسه. صلاح تعالى عايزك لوحدك. بقول لك ايه، ما تتحركش من هنا، هجيب لك العروسه واقف. عروسه مزه. خير يا دكتور؟ انت جايب الواحد عبيط بجد؟ انا كنت فاكر بتهزر يا باشا. ده هو ده اللي يسلم اعضائه وهو بيضحك. مع انك غبي وجاهل بس بتفهم، وده اللي عاجبني فيك. ماشي يا دكتور، كله من ذوقك. افهمك حاجه مهمه جدا، قانونا ما ينفعش التبرع بالقانونيه من واحد عايش. خلاص نموته. انت فظيع. لا شوف لنا حاجه تانية. خلاص نقتله. لا لا تشمال والله شمال يا باشا، ده وضع عبيط. اعضائه مش طايقه انها تفضل قاعده جوه جتته. اسالني انا. اسمع يا صلاح، عمليه نقل القرنيه انا هعملها لك من غير ورق ومن غير فلوس. قصاد ايه يا باشا؟ هناخد منه الكليه. والكليه بتمن العين؟ لا طبعا، ممكن يطلع لك فرق. بص يا باشا، انا عايزك تعتبر الواد ده سوبر مارك. افتح وشيل اللي انت عايزه، وفي الاخر قابلني عند الكاشير حاسبني. ايدك بقى. انا ما عايز اشوفه، انا ما عايز اشوفه. ما خلاص يا ياتي يا ابني اتفق، احنا في الملاهي. سلام فجري عين واحده ايدي. سلام وفجري عين واحده. اتفضل. لا انت تبحبحها شويه، الجته اللي قصادك دي منوعه اساسا في البنج 40 سنه. ايش يا راجل؟ ادي الفاتحه. انت برضك واد بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تعبان؟ قول لا. ده انت بقيت كويس اهو. لا انت كويس يا فتح، انت كويس، انت كويس. تعال تعال يا فتح، اسند عليا يا اخويا. سلامتك. معلش يا فتح. تعال يا فتح. ايوه ايوه كده يا فتح. احنا ايه؟ ايوه اخوات ورجاله. رجاله مش كده يا فتحي؟ خش وريح الجثه واقعد. ايوه يلا نام بقى يا فتحي. لا ما ينامش لما ياكل، ده على لحم بطنه من الصبح. ما تنامش يا فتح، ما تنامش ده لما تاكل. لا انت بقيت كويس اهو. خد كل دي فتحي. كل ياض، كل دي فراخ، ما حرمتكش من حاجه اهو. جنبي وجعني. ايه ده؟ مش هتاكل فراخ؟ لا سيبيه لما يفوق بقى، ده ما يمنعوش عن الفراخ الا الشديد القوي. طب خد كل انت. لا يا اختي انا لا عايز اكل ولا اتنيل، عايز اشيل الهبابه اللي على عيني دي. يا اختي اصبر لما الجرح ينشف. يا بنت عايز اشوف عيني جرى لها ايه؟ هتشوف يا اخويا ان شاء الله. خد الفلوس اهي. عدتيهم؟
9000 خصم 1000 جنيه من الكلوه ديني وقلبه قاعد. يعني انت اللي قلبك طري قوي لما قلت خد يا بيتش يا ناهد 1000 ولا 2000 شبرقي نفسك بيهم. وفلوسي وفلوسك ايه يا جحش انت ناهد؟ ما تدخليش الماديات بين. وانت زعلان مني يا ده فتحي؟ ما ها مدوى بجنبي. طب والله فهم كل حاجة وبيستعبط علينا. لا قاعد نفسك يا حبيبي على الناحية التانية عشان تستريح. بلاش حبيبي دي. تعال قال تعال. ما خلاص بقى ما تستلبطش ما كانوش جرحين. استغطر اخويا عشان تستهويش. ولا واحد ملوش تاني. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ودش. لا اله الا الله. ودش وش يا عبير؟ نعم. دي في جلابيه بتاع ابوك. عليا يا عم يا شاذلي والطبيب ناسي. النار شديدة عليا يا عم يا بدوي والله بقاسي. اشمعنى الغريب حنين عليا لما القريب قاسي. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولا يشكو لسانه بالألم. يا سيدنا النبي يا أبا العالمين يما 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 يا سيدنا الحسين بلغ سلامي سلامي بلغ سلامي على محمد. هدف حي يا فندم. احنا مش ساكتين. ايوه يا فندم بندور. وزي ما سيادتك عارف يعني ده فص نادر. ايوه يا فندم حاضر حاضر يا فندم. طب بعد اذن سعادتك بس دقيقتين وهكلمك تاني. اتفضل يا فندم. شكرا. في ايه؟ التحليل اللي حضرتك بتدور عليه لسه واصل حالا نفس النوع والفصيله. وريني كده. شايفني كويس؟ شايف شايف يا دكتور. شايف انا الحمد لله يا رب. الف حمد لله. مش شايف حاجه. الف حمد لله. الحمد لله. مبروك يا بطل. ايوه مبروك يا بطل. انا بشوف يا فتحي بالاثنين الصراحة. انت واد رجولة رجولة. الواجب ده عمري ما هنساه. واد رجولة رجولة. احنا اخوات. اهدى بقى عشان عايزك في موضوع مهم لوحدنا. حلو يا دكتور. الجديدة. ايدك بقى. اسمع صلاح مفيش وقت. انت ربنا بيحبك. هتكسب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ الخير على قدوم الوردين. طب ما تنورني سيادتك زي ما نورت عيني. تحليل فتحي. ناوي تشيل ايه تاني؟ وهي تفرق معاك؟ انت مش قلت لي خد اللي انت عايزه وحاسب عند كاشير؟ لا المهم بس ولا الرجوله تلزمكوا في حاجه؟ لا احنا هناخد شويه شرايين ومخاعة وفص كامل. يا ابن الكهيبه ده فتحي طلع تاني. انا مش عارف. شيل يا دكتور بس افرك في السمين بقى. 100,000 حلوين يا ابو صلاح. تاخد 50 دلوقتي وبعد 48 ساعة تسلمه لي وتاخد البيت. مش كده انت والجدع وانا اعملها ليه؟
انا عايزك تعتبرني في اللقمه دي يعني الوكيل المعتمد بتاع سيادتك. البلد دي ما فيهاش اكتر من العوض. بس برضه ما فيش احسن من الاصل. سيبك انت، بس احسن من ما فيش احسن من عين امه. يا بنت مال كيم كلمك يا ليه؟ ما انا مش قادره لما اعرف اتفقت على كام. طب اتكلمي حلو. امال مش هتكلم حلو يا صلاح؟ اتفقنا على 50. طب عشان خاطري اتفقنا على 60. انا ما بكذبش عليك، بس انا قصدي كنت عايز اخليها لك كده مفاجاه لما اقفش الفلوس. 60,000 جنيه على كل الحاجات دي؟ ايوه بنتي. ايه في ايه مالك؟ انا هضحك عليكي؟ لا يا اخويا، انت اللي بتضحك عليك. انا بضحك عليا؟ يعني ايه؟ يعني 60,000 جنيه على كل الحاجات دي؟ طب في ناس بتدفع 100,000 دولار وعندي اللي شيل دلوقتي. كام دول؟ 500,000 جنيه مصري يا صلاح. دولار بستة يا بنت الحرامية. اخويا بفكهم انت. وده مين اللي هيشيل؟ هيشيل ايه بالظبط؟ بياخدوا كل حاجة، من السنان للبنكرياس للقلب للشرايين، بيفضوه يعني. بيفضوه؟ طب كده الواد ممكن يموت. صعبان عليك قوي. صعبان مين؟ صعبان عبد الرحيم. ايوه هنا فوق. الجثة فين؟ فتحي فتحي مجرد تكاتف. سلمى ايه وزفتي؟ سلمى انت فين يا ولا؟ سلمى سلمى انا خلاص. تاني تاني؟ ياس ياس انا هبطلك الخصلة الوسخة دي قدامي. خلاص ايش 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 قدامي ايش بنات؟ حرام عليك بقى، انا عايز اتمرمغ في حنيه قلبك كده. تتمرمغ فين يا صلاح؟ ما تحترم نفسك. الله ايه اللي مش كده؟ امال انا ازاي يا نات؟ حرام عليك. لا ولا واحده ولا طب واحده سيمه. واحده سيمه مالكش نصيب. انا عايمه ماشي. استنى هنا يا بت، ما تسيبنيش دلوقتي. انا اهد، انا حالتي حرجه. ولا حرجه بلا بتاع. بقول لك ايه، انت مش معاك نمره الراجل؟ اول ما توصل على البوابه تديله رنه وهو هيظبط معاك. يلا باي. عايز انا اروح امك انت؟ اجل ايه طلع السيجاره بتدري مني. سيجاره امسك. تاخد السيجاره دي امسك. عاد عنوز الزناه. الليله فكست عشان رخامه اهلك. انت هتنام مكانك يالا. نام عندك. نام. انام يا زناه انام. الو الو، انا مش سامع يا باشا. انا عند البوابات. قول لسيادتك العنوان فين وانا اجيلك. يا باشا ما انا دخلت من البوابه وركنت يمين. انتوا فين؟ انت اللي في التاكسي الابيض؟ حصل. انا في الشروكي السوداء اللي قدامك. تعالى ورايا. ماشي. ايه يا عم شغل العصابات ده؟
السلام عليكم. اهلا 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 يا صلاح روسي. ازيك يا معلم بح؟ عرفنا روسي. ومين ما يعرفش المعلم بح اكبر مقاول فيك يا مصر. كويس انك جاي ومذاكر. الشغل اللي بينا ما يطلعش بره يا صلاح، لانه لو طلع بره انت عارف شغلتنا الدم فيها رخيص. عيب يا معلم. معاك ايه؟ معايا جدع صحته زي الفل، بس محلوله في كلوه وفرده عين. سلم الجثه انت وقتي لو يلزم. حلو. 10,000 دولار اهم، والباقي لما تسلم الجثه تجيبهولي متبنج. متبنج مش ميت. اعتبره حصل. قدامك يومين. طب والتسليم هيبقى فين سادة؟ هنا في نفس مكان المقابلة. عدى. حلوة حكاية السلسلة دي، بدل ما عدى قد هو وجع في صوتي. ولا ناولني الكيس اللي على الكنبة ده. كيس على الكنبة. اهو وراك اهو. خد يال بر نفسك. يال بر نفسك. بر نفسك. خد بر نفسك. سندوتش الكفت ده عمر ابوك مداقه. انا لابو ابوك مداقه. تقطع قلبي يال. قول يا ولد انت منين؟ حمينات مع المدرسه مع السوق. حاولنا ننزل السوق نجيب كل حاجه من السوق. اما ما تعرفش تنزل السوق شلا يا مازن. انا انزل السوق اجيب كل حاجه زي ما تروح مدرسه. اروح السوق اشتري طباط. يا فجر البيت فجر. يا بدر حد بدر يا بدر. مالك يا ولد؟ انت عفاك بدر. صلاح انت بدر حد. انت بدر. جرى لك يا ولد؟ بدر بدر. قوم امشي من هنا. امشي يلا. يخرب بيتك، اوعى تدخل الاوضه دي تاني. ده انت ابن كلب مجنون. سي سيفت ما بردش. كلمتي نهد؟ ما بتردش عليا. كلميها في المستشفى. كلمتها قالوا لي انها ما راحتش النهارده. الله، ده احنا معانا قرايب بكره. هو كلام عيال ولا ايه؟ هحاول اكلمها تاني. خليك وراها. لا كل بنت نهد ناوي تخلع بالواد العبيط. هلا 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 يا ابن الحلال. حلال. عايز قهوة ولا كتر ما. استغفر الله العظيم. الحشيشة دي مضروبة ولا ايه؟ يا عم جابر في ايه مالك؟ يا عم مين بقت فين؟ يا عم انت هتكفر ولا ايه؟ قادر على كل شيء. صباح الفل. المهم بقى كنت عايزني في ايه؟ وانا كنت عايزك؟ كنت عايزك يا عم في الفاتحة اللي احنا قريناها دي وما صدقناش. ايدك صدق الله العظيم. ها احنا دلوقتي خلاص بقينا نسايب. يعني ابو اول بقى على ابو اخر. كلها بيقول الغاز. خد يا ده فتحي. يا عم قصر قول اللي عامل. الله بقول لك عايزين نخلص في جوازه البيت. جرى ايه يا خير؟ هو احنا بقى لنا 100 سنه نحلق اسبوعين ثلاثه. شربت فتح الهباب ده ليه؟ هو ناقص؟ لا حلو. ايوه عارف ده. ايوه مش بدرة مش بدرة. ايه يا ابو صلاح اللي انت جايبه لنا ده وكمان بتضحك؟ تحب هم يشرحوا لك؟ يا عم اشرح مين؟ بقول لك ايه من الاخر 10,000 من دلوقتي اجيب الشقه ونكتب وندخل. اجيب لكش عيال كمان. والافندي ده هيعيش معاكم؟ لا يعيش ازاي؟ يعيش ازاي يعني معانا؟ فتحي مسافر. فتحي مسافر. فادعي زامي سبازا اوسي سامي ولا يا عيش يا ده فتحي. اللي عايزك تحب المكان ده موت. تعرف ده ايه؟
ده المكان اللي هيريحك من الدنيا وقرفها. بس انت يا ابني مالكش تعيش مع ناس صح، عماله تاكل في بعض. صدقني محدش هيرحمك، ولا الحكومه ولا البلطجيه ولا حتى كلاب السكر. انت يلزمك تعيش مع ناس ساكته ما بيتخانقوش مع بعض ولا حتى بيكلموا بعض. هو ده احسن مكان انت تعيش فيه. ده فتح ما تزعلش مني، بدعيلي. ها انت اخويا. حاضر حاضر. صباح الفل يا معلم جاب. يا صباح مزاجك. تعب يا صلاح، ايه اللي صحيك بدري كده؟ عندي مشوار مهم والنبي صحي. نايم انا. الله، دي البنت بايته في